وحيد لم أطمئن قط على المتخبط، على الرغم بأن تأهلنا، ولكن الجمهور المغربي جمهور دواق كويري تبغي يمكن النتيجة، ولكن تبغي الفرجة، يقول بأن احنا عندنا لاعبين متميزين. أراه بجا وحيد كان هناك ذاك المطب ديال اللاعبين النجوم سيغتو ديال المزراوي أجاكس وديال تشيلسي زياش، كان هناك ذاك لو كلاش، انت نسمعنا لو كلاش. الوغ المغاربه واخا تاهلنا، واخا كان الوقع السيء ديال لاكوب دافريك امام المنتخب المصري كانت واحد الاشكال كبير، ما كناش مطمئنين على المنتخب. لذلك فكانت هناك المنادات بالعوده، لكن صدمنا بواحد قصحيط الراس كما تيقولوا ديال هاد وحيد، واللي البعض سماه بوحيد القرن، وما كانش واحد الاطمئنان. وخا ربحنا والمسائل عمرنا ما اطمئننا، على لان دائما وحيد تيستعمل شي اكثر من 40 لاعب، وعمره ما استقر على 11 لاعب بشكل رسمي، ديما تيعطينا هذا اليوم هذا ما يلعبش غدا هذا. اذا حتى الشعب المغربي والكويريه والتقنيين لم يطمئنوا على المنتخب الوطني، لانه غادي يشارك في المونديال ديال قطر. قالوا الى مشى وحيد بهذه التشكيله فغادي نتفرجوا غير في المغرب، ولكن ما يكونش عندنا واحد مسانده على المنتخب الوطني. القجع ماشي من النوع اللي تيتسرع، تيخلي الشخص لانه مرتبط معه بعقد، وذاك العقد يقول لي بانه غادي خصك توصل مثلا دومي فينال نصف نهائي في كاس افريقيا، توصل مثلا تاهل لكاس العالم والمسائل، على الرغم بانه ما وصلش مثلا المبتغى ديال العقد ديالو، لكن باقي عنده واحد الجانب ديال العقد مرتبط به في كاس العالم. قال انا ما نتسرعش، ماشي سلام لكوب دافريك غادي نقول ليه الله يعاونك الله يعاونك، نخليه نشوف الرأي العام شنو تيقول والمسائل وهذا، لأن ما عندوش الصلاحية باش يفسخ العقد والمسائل. هو راه عنده استشارات عليا، خصو يستشار على هذا المدرب والمسائل وكل شيء. ألو خلى ليه واحد المهلة ديال التوقيت، هو ديال شهر رمضان مشى دوز العطلة مع العائلة بتاعو، دابا رجع دوز معاه ساعات طوال. الأكيد بأن اللي غيوصل ليه القجع هما المبتغى والهدف ديال المغاربة كاملين. خصو يتغير المدرب، خص المدرب جديد بالأسماء الخمسة أو الستة اللي غتعطي واحد الإضافة كبيرة، لأن بديك ستة ديال اللعابة غادي يكون منتخب آخر. لأن حمد الله، زياش، المزراوي، حارث، باكلا حارث، باغمي لي ميور الآن دابا في مارسيليا، تيماركي والمسائل ما يكونوش عندنا، حرام. زياش كون كان معنا مثلا في مصر وكان مع المزراوي والمسائل، شي حاجة أن بليس، يمكن نوصلوا للفينال. ضيعنا كوب دافريك كاملة بعد من المنادات وقصحيط الراس ديال هذا المدرب. أظن بهاد الخمسة إلى رجعوا المنتخب الوطني بمدرب جديد أجنبي، يمكن يكون مغربي يكون أوروبي، غادي يكون الوقع ديال المنتخب الوطني، على الرغم انه كان واحد المجموعه سادسه نعتبرها مجموعه جد قويه مع كرواتيا مع بلجيكا ومع كندا، على الرغم ان كندا البعض سهله ولكن تنعتبره الحصان الاسود في هذه المجموعه. كندا راه ماشي هي كندا ديال شحال هادي، دابا كندا راه فيها اللعبه كلهم، كاين في المانيا كاين في بلجيكا، وهما ايضا توجدوا لكوب دي موند اللي غتكون في 2026 مع الولايات المتحده الامريكيه من خلال هذا المنتخب. اذا تنشوف بالعوده ديال هاد الخمسه وبالتغيير ديال المدرب نكونوا احسن في مونديال قطر. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.